حي الوعر. يعني هلا نحن هون بحي محاصر كثير، ومشي نحن بنحكي على ترامب. هلا ترامب هذا شو عملنا ترامب؟ لا غير لا ترامب ولا غير ترامب، لا روسيا ولا روسيا قتلت اطفالنا، قتلت مخلتي. نحن ما متأمل من اي دوله حتى لو كانت عربيه، ما متأمل فيها. مالنا غير الله، مالنا غير الشعب، هو اللي بيقوم بالحال. وعندنا هون يعني غلاء اسعار بشكل لا يوصف، ما في عندنا شيء نهائيا. يعني هلا صفى عندها العالم شويه رز شويه برغل، غير هيك اكثر من هيك ما في، وباسعار غاليه كثير. خبز ما في، محروقات ما في، يعني كل الجهات ما فيها شيء نهائيا. ان شاء الله نحن نتامل نحن الخير للشعب هون لنا، ونشوف هذا كمان الاجتماع اللي ما راح يطلع منه شيء، لانه ما راح يطلع منه، مستحيل يطلع منه شيء. ترامب استلم امريكا، وهذا شيء ما له صالحنا نهائيا، ما له صالحنا مطلقا. لذلك نحن ما راح نتامل لا من امريكا ولا من تركيا ولا من الخارج جميعا، ما نتامل الا بالله.